في عالم الخطوط الدائمة والرسومات الجميلة، تركت ضيفتنا آثار أطياف تعبر من خلال لوحاتها ليصلنا ضوءها ونجد إبداع الفنان في التقاط التعبير المصاحب للحظة الإبداعية. لدى ضيفتنا اليوم لحظة استكشافية لطرق تعبيرية جديدة في اللغة التشكيلية. موهبة ضيفتنا توزعت ما بين القلم والريشة، هي شاعرة وروائية وفنانة تشكيلية، تناولت مواضيعها بطريقة مبتكرة هي أقرب إلى البساطة والواقع، تبث روح التفاؤل وتعطي مفهوم جديد للحياة. راح نتعرف على ضيفتنا وراح تعرفون من هي، لكن من بعد ما نتابع هذا التقرير. رجعنا معاكم ومع ضيفتنا الأديبة والفنانة التشكيلية ثريا البقسمي. صباحك الله بالخير. صباح حياك الله معانا، منورتنا. شكرا، انتم بعد منورين. يعطيك الف عافيه. وهذا دائما دورك، خلينا نقول تعطي لمسات حلوه، لمسات جميله وكتابات ايضا متميزه. استاذه ثريا، في البدايه يمكن سمعتينا انا وفاطمه كنا نتكلم عن مرحله التقاعد، نقول ان للاسف في سيدات ما يخططون حق هالمرحله، تلقينها تقعد في البيت وتحس ان ما عندها اي انتاجيه ممكن تسويها بالمجتمع، وهالشيء يأثر على صحتها النفسية. إيش كثر هالموضوع هذا ممكن المرأة تتجاوزه وأيضا تكون مرحلة التقاعد مميزة عندها؟ أنا أعتقد يعني في الوقت الحالي ما في إنسان في على وجه الكرة الأرضية عنده وقت فراغ مدام في شيء اسمه موبايل. صح. الكل من 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 صغير لكبير، إذا عنده شوية فتشة يا يمسح صور يا يمسح مسجات ولا فيديوهات يا يطرش. فأنا مو شايفة إن في أحد قاعد يعاني من الفراغ ولا معارف شو يسوي في حياته. نعم. عطوهم هالموبايلات وفتلشوا طبعاً. فأنا شخصياً كنت أحلم إني أتقاعد. كان التقاعد بالنسبة لي حلم. موعب، لأن أنا فنانة بقعد ببيتي أرسم مرسمي، فكان قضية أن أطلع من البيت الصبح وأي أداوم وأصير أنا والكرسي والطاولة واحد، كان وايد مؤلم بالنسبة لي. نعم. ما أنا كنت أشتغل في مجلة العربي رسامة، وبعدين اشتغلت في مجلة الكويت. يعني كان من صميم تخصصي، بس في نفس الوقت كنت أحلم أني أتقاعد. بس تقاعدت بديت أسوي كل الأشياء اللي ما كنت أقدر أسويها في حياتي. كلام جميل الصراحة. إيه فطبعاً أنا مرسمي يومياً، الصبح 5 ساعات، بعد الظهر 5 ساعات أشتغل على طول، بالليل أقعد أكتب، فماكو فراغ. وبعدين يا هذا الحرامي العود اللي اسمه التليفون قام يبوق وقتي. يعني أنا كل وقتك بهده بحاول أخلص. تقدرين تستحملين عنه يعني؟ لا مستحيل. واحدة إذا ضاع رايلها ما يخالف، بس تليفونها مشكلة. أستاذة، يعني ذكرتي من خلال كلامك إنه ما في وقت فراغ الحين، والكل مشغول مثل ما قلتي بالتليفون، لكن وقت الفراغ مفروض نستثمره بشيء يفيدنا. أكيد. مو تليفون ومسجات. صح. لا، هو وقت الفراغ يعني في أشياء حلوة ممكن المرأة تسويها، يعني مثل ما تفضلتي مساعة وتفضلته أن الأشياء اللي ما كانت تقدر تسويها هي موظفة. نعم. بس أهم شيء لا تطيح لا أكل وتلفزيون. يعني هاي كارثة، وطبعا تؤدي إلى أن الكبد يزعل منك ويلوي بوزة وما تقدرين تلبسين هدومك وغير المشاكل الصحية. فأنا عندي أن وقت الفراغ تتعلم شيء، تاخذ دورة في شغلة زين، تحاول تطبق الأشياء اللي تعلمتها خلال الوظيفة، عندها خبرات. وأنا أتمنى يعني من الحكومة أن يستعينون بالمتقاعدات. يعني إذا واحدة متقاعدة عندها خبرة، حرام هذيل إحنا صرفنا عليهم وصلناهم لهالمرحلة. هاي كتلة خبرة إحنا حطيناها بالبيت ويبنى ناس شباب نعلمهم. ليش هذه المتقاعدة ما نطلب منها أن تعطي خبرتها حق الشباب؟ يعني أنا عندي مثلا شباب ويبون يتعلمون في مجال معين. أي واحدة متقاعدة من نفس المجال وعندها خبرة ممتازة، وبشكل يعني مثل ما يقولون مو لازم تداوم، تي مرتين ثلاثة بالأسبوع تعلم هالشباب، تعطيهم من خبرتها. نعم. فكذي هم يختصرون الوقت اللي راح يتعلمون. صراحة تعطيهم من قلبها، لأن أكيد هي تشوف مثلا بالمجتمع أمور ودها تنصح ودها تقدم المعلومة، وفي نفس الوقت هي ما تحس أن العالم هجرها وأن خلاص صارت كذي خارج منطقة التغطية وأن انشطب عليها.
لا لا ان شاء الله ما تكون بهالصوره هذه، ولكن يبقى استاذه ثريا ان المراه تخطط حق هالمرحله هذه وتعرف هي بالضبط شو اللي تبي، علشان ما تنصدم لما تشوف مرحله التقاعد انه والله ما في شيء اقدر اسويه او ماني عارفه شو اللي من وين ابدا حتى يمكن تلقي. تروح الافنيو تتمشى تتمشى زين تخفف الشحم او تسوي شوبينج تجمع مع صديقاتها يعني ايضا تغيير الجو احيانا تقضي المخبات اوكي تشتري اشياء مو محتاجه لها يعني هو انا قصدي ان وايد حلو ان احد يحط هالفكره ان وين في متقاعدين عندهم خبره ايبهم يعلمون الشباب اي الشباب اللي متوظفين جديد او في المؤسسات يعني انا شخصيا انا عندي خبره في الفن التشكيلي تزيد عن 50 سنه ما شاء الله زين؟ ما شاء الله اوكي فممكن احد يستفيد من خبرتي اعطي دورات او حتى اعلم اللي يشتغلون في مجال الفن او الادب شنو شلون ممكن يتطورون لا. بس للاسف الشديد يعني احنا منسيين يعني. في اشخاص سووا لهم نوادي خاصه مثلا قاموا هم يعني يشجعون الناس تي عندهم يعلمونهم هذا يبي راس مال هذا يبي تجاره اي يعني, يعني, يعني اي بزنس بتسوينه يبي لك انه يكون عندك فلوس زين والإنسان المتقاعد أو المتقاعدة اللي عايشة على معاشها اللي يخلص أول الشهر فمستحيل إنه تقدر تسوي بزنس. نعم أستاذة ثريا يعني أنت ما شاء الله من السيدات المحظوظات لأن عندك موهبة وقاعد تشغلين وقت فراغك يعني ما بين الريشة والقلم كلمينا عن علاقتك بالريشة والقلم وين تلاقين نفسك أكثر؟ أنا أول شيء بغيت أصلح معلومة قالوها في التقرير أنا في لبنان درست يوم عمري 5 سنين فهي ما تعتبر دراسة درست 3 سنوات بعدين صارت الحرب عمري 8 سنوات رجعت الكويت بس أنا دراستي الأكاديمية كانت بالقاهرة وموسكو وبعدين كنا قالت أثيوبيا لا أنا عشت بالسنغال 4 سنين بس ما أفريقيا درست أفريقيا أفريقيا بس ما درست هناك يعني بس كنت يعني كنت مع زوجي كان دبلوماسي وانا كنت معه نعم بس المرحله بعمر 5 سنين هذه يسمونها مرحله تاسيسيه يعني احنا مثلا لما الطفل ينشد على ايده ونقول له مثلا نعلمه امور يقول لك اهم مرحله هي مرحله تاسيسيه للطفل اللي هو يبي يكون نفسه وشخصيته فبهالعمر هذا هم شيء جميل ان الواحد يعني يبدا فيه من طفولتي انا بطلت عيني على الدنيا انا بأصير فنانه ما شاء الله بأصير بيكاسو من انا وصغيره يعني كان كل حلمي ان انا اخلص دراستي واروح ادرس فن في أي مكان في العالم نعم. وأن أصير فنانة ففي وايد أطفال جدا مريحين من بداياتهم يعرفون شنو يبي يصيرون صح فيتخرج من الجامعة ويتزوج ويب عيال وما يدري شنو يبي ويصير يد وللحين ما يدري شنو يبي يصير زين والأهل دورهم بهالموضوع هذا أستاذة ثريا مثلا على الأم مثلا والأب يشجعون عيالهم بهالمرحلة هذه أنا كني ما رديت على سؤالك بس أرد على بالنسبة للأهل أنا شخصياً كان عندي في مرسمي في طاولتين حق فاطمة ومنيرة هذه اثنين من بناتي يعني أنا عندي 3 بنات ما شاء الله البنات كانوا بس يخلصون المدرسة كل واحدة عندها طاولتها تقعد ترسم زين وهم يعلقون على شغلي أنا ما أتدخل في شغلهم بعدين اللي الموضوع انتهى بأن منيرة معاها الحين دكتوراه من الفنون ما شاء الله من جامعة طوكيو باليابان وهي مقيمة حالياً في أمستردام وما شاء الله هالسنة سوت مجموعة معارض ما في مكان في العالم ما عرضت فيه توها عارضة في جدة وفي لاهاي وفي أمستردام وفي دبي وفي قطر وفي شوقتينا نحضر المعارض يعني تسويها ومعارضها وايد ناجحة وهي يعني غير كذي تسوي أفلام وتلقي محاضرات وما طبعا ماكو وقت فراغ طبعا بالنسبه لسؤالك عن سالت سوري بس عن القلم والرسم إيه لا انا بدايات يعني كنت احب ارسم وبدأت شدي عمري 14 سنه اكتب وصرت اشترك في مسابقات وزاره التربيه في القصه نعم. القصيره ومرتين خذيت جوائز على مستوى الكويت وكنت اكتب شعر واذكر اول شعر كتبته لماذا الدجاجه لا تبيض زين ثريا شنو الدجاجه يمكن عندها مشكلة صحية بس بعدين لقيت نفسي بعد في الكتابة وفي الرسم وطبعت أول مجموعة قصصية العرق نعم. الأسود كان عمري حتى ما يعني ما يزيد عن 20 سنة وبعدين بديت أنشر قصص واشتغلت في الصحافة تقريبا 40 سنة أنا في الصحافة الكويتية في جرائد مثل الوطن القبس الراي هذا كلهم كان عندي عمود يومي اسمه من وحي الشارع
وبعدين تستوحين من قضايا المجتمع. اي وكنت اكتب باسلوب ساخر جدا يعني، وانا اذا ما اقرا المقال واضحك ما انشره. وبعدين كان عندي عمود، والعمود كنت انقله من جريده لجريده. نعم. يعني عمودي معاي شايلته. طيب استاذة ثريا، اليوم يعني احنا مثلا ذكرتي حضرتك في عمر العشرين يعني بديتي تكتبين هذه الروايات، زين بالنسبة حق بعض الشباب اللي يحس انه هو عندها الطموح والهواية بس يكون متردد او خايف انه هو يقبل على هالتجربة ومن داخله في عنده الرغبة، ايش كثر تحسين ان هذا الامر مهم انه والله في احد يوجهه او مثلا يروح يشوف شخصيات ممكن اجتهدوا اكثر منه في هالمجال؟ يعني شاب ويبي يصير كاتب، ولا شابة تبي تنام وتقوم تصير فنانة. نعم. والمشكلة في الشباب أن الكل مستعيل. طبعا أنا بعد في عمري كنت مستعيلة وأبي أوصل بسرعة وأبي أصير شيء، بس دائما أنا أقول مدام في غرفتك أكو سلة زبالة لا تخافين، تكتبي ما عجبك قطي، رسمي ما عجبك قطي، ماكو أحد واقف ورا الباب راح يطلق عليك الرصاص ولا يحاكمك. زين تجربي، ودائما التجارب كل ما كثرت زين. واهم شيء اهم شيء ان ما نبوق، يعني ما نسطو على اعمال غيرنا وننسى حتى ان سطينا ونحط اسمنا واحنا ماخذينه من هالكتاب. يعني يكذبون الكذبه ويصدقونها. إيه في ناس تتاثر استاذة ثريا، يتاثر بالشخصيه. اللي يبتدي زائف ينتهي زائف. نعم. واللي يبتدي اصيل ينتهي اصيل، والبدايات دائما تكون جميله وهي محاولات. يعني أنا إذا مثلا موسيقار، إذا ما أسمع مقطوعات غيري، إذا ما أعزف كل يوم شلون أصير موسيقار؟ أنا إذا فنان ما أدخل مرسمي كل يوم، ما عندي مكان ببيتي حق شغلي، أنا إذا كاتب إذا ما أقرأ مؤلفات الآخرين شلون أوصل؟ فإحنا لازم نبني خبرتنا يعني هرمية، يعني من القاعدة شوي شوي شوي، لما يوم الأيام نوصل للقمة. والقمة ماكو شيء اسمه قمة، القمة تتسع للجميع. الحين أنا قاعدة أشوف إن بنتي شغلها أحسن من شغلي، زين؟ أوكي؟ فطبعاً ما أغار منها، أنا فرحانة فيها. العكس. وحتى في وايد من الفنانين الشباب شغلهم واو، وحتى كتاب وصلوا وفنانين تشكيليين، وإحنا كجيل سابق، زين؟ ما بغار منهم، بالعكس إحنا فرحانين إن قاعد يعني تطلع أجيال جديدة من المبدعين، الإبداع ما له سن ولا له حدود. طبعاً. أنا نصيحتي لهم اشتغل اشتغل اشتغل، ماكو شيء بدون شغل توصل. مو ممكن انت كتبت لك كلمتين وشفت لك دار نشر كذي رخيصه مستعده تطبع كتابك عشان تاخذ فلوسك، وبعدين وقفت في معرض الكتاب جايب ورد وشاكليت وبرميت وشله بنات وصبيان يصفقوا لك وتصدق انك انت كاتب. هي المحاولات حلوه وجميله، احنا ودنا ان هم يتشجعون لما يكون عنده هذه الهوايه، لكن ما يقدم شيء. صح. هزيل يكون هادف. يعني كتاب قاعد يكتبون باللهجة العامية، زين؟ فما أدري أنا، في أكو لغة جميلة اسمها اللغة العربية. نعم. لازم نحترمها ونحبها. أكيد طبعاً. صحيح. هي لغتنا. وإحنا نساهم في تطويرها. صح. ونحط فننا فيها وإبداعنا فيها، زين؟ ولا نستعمل مصطلحات ممكن يستعملونها بالسوق يعني. أي. طبعاً معاك كتاب. إيه؟ وقلتي لي تحت الهواء أستاذة ثريا تبين تقرأ لنا بعض السطور الجميلة. قصة هذا الكتاب. نعم. وهذا اسمه عباءة عشق على كتف القمر، دار النشر مسوينه كذي. أوكي. أنا يعني مو مصنفة بين الكتاب الكويتيين كشاعرة، أنا مصنفة كفنانة تشكيلية، كاتبة قصة قصيرة، رواية، مقالة. نعم. صحفية، لخ 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 لخ، بس كشاعرة، مع أن هذا ثالث ديوان يصدر لي. نعم. إيه؟ ما أدري وين موقعي، بس أنا سعيدة قاعدة أسوي اللي أبي. هذا إيه؟ أحلى شيء إن الواحد يسوي شيء هو يحبه. أوكي. يستمتع فيه. صح. يستمتع بهذه. صح. التجربة. يعني وإن يعني مثلا حاول مرة مرتين ثلاث، وحتى لو ما حد انتبه على الموضوع، أهم شيء إن أنت مستمتعة بهذه التجربة وقاعد تسوين شيء فعلا أنت تحبينه. إيه؟ قصة هذا الكتاب، أنا عندي بنتي الكبيرة دكتورة أسنان عايشة في مدينة برايتون البريطانية، أروح بالصيف أزورها، ما تخليني أرسم بالشقة، تخاف أوسخ الطوف. فأنا شو أسوي؟ هي يعني بالدوام من الصبح للمغرب، فأنا أخذ أوراقي وأروح أقعد في قهوة، زين؟ كان في قهوة هناك إيطالية أنا أحبها هادية، وأقعد أكتب. ف
فكتبت 65 نص. شوف هاي استغلال وقت الفراغ، لأن أدري أن هذا الصيف وهذا وقتي، شهرين أقعد هناك، فأنا خلال هالشهرين كتبت 65 نص. فهاي النصوص أصدرتهم في هذا الكتاب، هذا جديد توه طازه ريحته توه يعني ريحته حبر توه. فانا مثلا لان اسم ما يخالف الكبر شين لازم البس نظاره. الله يعطيك الصحه والعافيه. انا قبل كم يوم شاركت في امسيه شعريه في حديقه الشهيد اسمها وورد اوف ماوث، كلمات من الفم. نعم. قعدت اقرا شعر وناس ناسي البس نظارتي، بعدين فجاه اكتشفت اني ما اشوف شيء. بس كان يمكن من القلب الكلام. فالاهداء اقول ليمنحني قمري كتفه، ليمنحني قمري كتفه فادثره بعباءه عشقي لعلها تحميه من صقيع الحجر. فأدثره بعباءة عشقي لعلها تحميه من صقيع الهجر. أكو في نص أقول فيه أنا دائرية، أنا دائرية، خطوطي تنحني خجلا لمربع عواطفك. يعني أنا أحب كذي أكتب أشياء صغيرة. أحس متعلقة بالرسم بعد. يعني إيه توني أقول هالشغلة أسماء، حسيت إن الرسم فعلا وايد متأثرة فيه وماخذ يعني جزء كبير من شخصيتك حتى في كلماتك بعد يعني وفي الشعر. لا هو شعري كله أنا صور مرسومة طبعا، لأني أنا فنانة تشكيلية. صحيح. لا أشكيلكم ولا تشكولي. فأنا يعني أحب دائما إن مو أحب غصبا عني الإحساسي كفنانة يطغي على كتاباتي هاي. نعم. مثلا كنت نقطة خطا سطرا، كنت نقطة خطا سطرا، كنت جملة حرفا شعرا، كنت حلم امرأة كابوس رجل، كنت رقما يعانق أصفارا، لكنه يبقى صعبا سهلا لا يصرف. يعطيك ألف عافية أستاذة ثريا، كلماتك جدا الصراحة جميلة. وأنت بالنسبة للكثير بس ما صحيح فيه. وبالنسبة للكثير من الشباب يعني أنت قدوة بالنسبة لهم يقتدون فيك ما شاء الله عليك في مجالاتك المتميزة. أتمنى. ليش لا أستاذة ثريا؟ ترى إحنا يعني دائما نشوف الشخصيات اللي هي لها خبرة أكثر منا، نحاول إن إحنا ما نصير مثلهم، ولكن نشوف شلون هم بدأوا حياتهم. حتى البدايات دائما تكون صعبة بالنسبة للكثير من الأشخاص. نعم. لكن هذه كلها أمور ممكن إحنا نتجاوزها مع الخبرات أتوقع. شكرا لك، شكرا لك، نورتينا في شاي الضحى استاذة ثريا البقصمي. استمتعنا بهذا اللقاء. عندي كلمة أخيرة سوري بس بغيت أقولها، أنا حاليا قاعدة أشتغل على عمل روائي. نعم. مستمد من طفولتي في فترة الخمسينات والستينات، يعني هاي الفترة طبعا أنتم ما لحقتوا عليها، الله يعطيكم طول العمر. يعطيكم. أنا قاعدة أوثقها من خلال رواية، وأيضا عندي معرض ضخم جدا راح يكون سنة 2018، وعندي في متحف الشارجة معرض أعمالي مال 55 سنة، عارضي لي لوحة من سنة 64 حتى الوقت الحالي، وهذا المعرض راح يكون أهم معرض في حياتي يعني، واسمه علامات فارقة. أنا اختاروني كفنانة تشكيلية كويتية لأن فني أحدث علامات فارقة. نعم. في الحركة التشكيلية. نعم. وشكرا على استضافتي و على هذا اللقاء الجميل. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله المتقاعدات لا يقعدون بالبيت طبعا التلفزيون. هذه أهم كلمة أنهم يكونوا فعلا عندهم الطموح. بس مسلسل تركي وهقة. كم حلقة عاد وحلقة بروحها. وبعدين بالآخر النهاية بايخة وايد. مو عاد بيتم النهاية. شكرا لك أستاذة ثريا البقصمي، نورتينا في شاي الضحى، وايد استمتعنا معاك في هذا اللقاء. شكرا لك. ننتقل معاكم إلى عالم ثاني. أسماء زميلتي زارت سوق المباركية، وطبعا في سوق المباركية في أمور كثيرة خاصة بالتراث الكويتي، ويستقطب هذا المكان جميع السياح اللي يزورون الكويت والمواطنين علشان يتعرفون على أهم المنتجات المتواجدة فيه. طبعا أسماء راحت تدور أمور لها علاقة بالأزياء، ولقيت لنا محل مميز لمصممة أزياء خاصة بالبشوت. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع معكم في شاي الضحى.